مرحبا براء، سعد مساك، وين البقية؟ يسعد مساك دكتور. وين بقية الطلاب؟ شو شمستهم عالي اليوم شايف؟ شكلهم نايمين بعدهم. شوية صغير يعني دقيقة أو دقيقتين وبعدين نبدأ إن شاء الله، بس يعني بفضل إنه يكون في كمان طلاب. خليني أبعت رسالة هنا. طيب ننتظر شوي صغيرة، بلكي ندخل الطلاب. في عندكم إشي براء؟ إشي مثل شو؟ تسليم إشي مثلاً، هوم وورك كذا اليوم؟ في بكرة تسليم خرسانة المختبر، طيب يعني مش هالإشي الكبير. مش عارف والله. على كل حال أنا سأبدأ في المحاضرة، وزي ما حكيت لكم لاحقاً يعني أنا مستغرب من نسبة الغياب العالية، وهذا بجوز بحتم اني يعني بجوز احط توتوريالز واصير احط عليها بارشال كريدت من العلامات اللي محتسب خلال المحاضرات، لانه اذر ذان ذاك نسبة الغياب عالية جدا عندكم. خلينا نروح لل تو واي سلاب. احنا كنا قد بدأنا في المرة الماضية بموضوع التو واي سلاب. let me just see here I think okay this is the one. كنا بدأنا في المحاضرات الماضية أو في المحاضرة الماضية ب punching shear، وحكينا ب in depth عن ال punching shear check، وحكينا عن معظم التيرمز. اعتقد انه وصلنا في مرحلة اللي هي المومنتس، مظبوط؟ وصلت في مرحلة المومنتس، بس مشان الخص لكم اياها. I'm waiting مشان يعمل شير. عمل شير عندكم؟ عمل شير عندكم؟ لا لسه دكتور. مش عارف شو تشكر ليش هيك. هيك عمل شير؟ تمام. تمام. هلا فوصلنا في المرة الفائتة إذا فاكرين لحديت الـ punching shear checks، وقلنا إنه I think this is the example we'll go into it after a while. الآن حكيت عن كل الفاكتورز هذول، الجيز والبي نوت والدي خلصنا منها، والسي الجامز والبي التيميت بانشينج، وبدات احكي عن المومنت، وقلت انه المومنت اول شيء بنحدد نوع الفريم، وجيت على هاي البلان، فقلت انا اذا بدي اتعامل مع unbalanced مومنت لاكس اكسس بتعامل مع فريم عموديه، اذا unbalanced مومنت لواي اكسس بتعامل مع فريم افقيه. فالموضوع سهل. الان الواي اكسس فريم افقيه، طب العمود ايه شو نوعه في هاي الفريم الافقيه؟ بيكون خارجي، ففي له اعتبارات. الاكس اكسس معناته فريم عموديه، بالنسبه لعمود ايه ضمن الفريم العموديه بيكون داخلي، ففي له اعتبارات ثانيه.
وجيت قلت العمود اللي بيكون داخلي في قضيتين، الانبالانسد مومنت بيحسب بهاي الفورميلا، وفي حال كانوا السبانين حوالين العمود متساويين وال2 متساويه والدبليو ديد متساوي فبتصفي هاي الفورميلا الانبالانسد مومنت. وبالنسبه للسي تؤخذ اللي هي الماكسيموم ديستانس، وقلت باختصار اللي هي سي اكس هون لما يكون العمود داخلي. سي اكس اي مسافه في حالتنا الاكزامبل اللي هون محطوط، هاي المسافة أو هاي المسافة أيهما أكبر؟ طبعا هون متساويين لأنه سيمتريك. واحد بيقول لي طب كيف ممكن يطلعوا مش متساويين؟ مثلا لو هذا العمود L section شكله هيك، ما بيطلعوش السيز متساويين ساعتها، لأنه الكريتيكال باث ساعتها كيف بيطلع شكله الكريتيكال باث؟ بيطلع شكل الكريتيكال باث هيك، فما فيش فيها سيمتري ساعتها. تمام؟ فأي واحدة هاي السنترويد مثلا، أي واحد بناخذ هاي الإكس أكسس، أي واحد بناخذ هاي الإكس، هاي السي إكس ولا هاي الكبيرة فيهم، خلصنا. لأنه الإكس أكسس الفريم اللي بتمثله بتخلي العمود داخلي أو فيها العمود داخلي. الإكس أكسس بتمثله فريم عمودية، العمود إيه ضمن هاي الفريم العمودية بيكون داخلي. بعدين جيت قلت في حالة الفريم عمود خارجي، اذا كان العمود خارجي فالانبالانسد مومنت هو حصه الكولوم ستريب من العزوم عند اللوكيشن تاع العمود. وختمت المحاضره اعتقد لما حكيت انه مثلا لو كان بنحكي عن الاكزامبل اللي حليناه كفلات بليت لنفترض، وبدي اعمل تشيك للبنشنج مع انه ما كانش فلات بليت، ما هو الانبالانسد مومنت واي؟ الانبالانسد مومنت واي في هذا البلان، الانبالانسد مومنت واي هو بيجي من فريم اي بي سي دي. طب شو هو قيمته؟ بتكون الكولوم ستريب مومنت، حصه الكولوم ستريب من العزوم عند العمود ايه. فلو هاي تمثل رسمه المومنت دايجرام للكولوم ستريب، معناته انا بحكي عن عمال عن هذا الرقم اللي هو بيمثل مين؟ هذا الرقم اللي هو بيمثل الانبالانسد مومنت تاع واي. اوكي، فطالما اني انا مصمم عامل خطوه ثلاثه وراسم بني مومنت دايجرامز للعمدان للكولوم ستريب، عفوا الميدل ستريب، بسهوله بقدر اطلع الانبالانسد مومنت. واخر شغله انهيت فيها المحاضره، قلت الماضي طبعا، قلت انه السي في هاي الحاله تؤخذ to the inside of the building. طالما انه المومنت نيجاتيف طبيعي زي ما كلكم شايف هذا المومنت نيجاتيف، كيف بدي اعرف انه المومنت نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ كيف بدنا نعرف المومنت نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ هذا نيجاتيف، كيف؟ اه شباب، عزمي السيمبلي سبورتد، شو هو بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف هيك. بوزيتيف ليش؟ حديده سفلي، موقعه من تحت، حديده سفلي. طب هذا المومنت نيجاتيف ليش؟ حديده علوي، موقعه من فوق. فأنا بقول لك إذا المومنت من فوق جاي لفوق يعني مش لتحت، وهذا طبيعي يعني زي ما أنتم شايفين في الرسم هيك هو، فسعيتها شو بيطلع معي؟ بقيس سعيتها أنا السي to the inside of the building. يعني باختصار هون السي هي هاي المسافة مش المسافة الثانية، مش هاي المسافة. السبب هو لأني بدي أقيسها to the inside. على الرغم من إنه سي واي هاي أكبر، سي واي هاي أكبر، بس أنا ما باخذها، باخذ السي الأصغر هون أو مش الأصغر، to the inside of the building، مشان تصير الترمز additive. حتى أفسر لك هذا الكلام ليش، بدي اضطر اروح للبورد شويه مشان افسر لك ليش قسنا تو ذا انسايد اوف ذا بيلدينج. تخيل هاي عندك السلاب وهي العمود، هاي السلاب وهذا العمود، اعملوا لنا كسر هون، قطع هون، بتصير السلاب هي هيك وفي عليها قص ابورد لانه بده يعادل اللود، ومومنت هيك، مظبوط؟ شو عرفني انه المومنت هيك شكله؟ شو عرفني انه المومنت هيك شكل سهمه على السلاب؟
هذا المومنت وين حديده يا شباب؟ سهم المومنت اللي انا رسمته وين بنحط له حديد؟ محمد شو رايك؟ فاطمة شو رايك؟ طب براء شو رايك؟ علوي علوي. دائما يا شباب حديد المومنت بنحط عند ذيل المومنت، هي ذيل، هي ذيل السهم، وين الحديد؟ من فوق، تمام؟ فهذا حديد علوي، واحنا بنعرف انه عند السبورت الحديد علوي، تمام؟ فبالتالي سهم المومنت بيكون بهالشكل. طب على العمود كيف بيطلع سهم الشير والمومنت؟ هي العمود، كيف بيطلع سهم الشير والمومنت؟ عكسهم، يعني هذا داون والمومنت هيك، تمام؟ هلا تخيل معي الان الشير هذا اللي جاي على العمود شو بيعمل ستريسز؟ شو بيعمل ستريسز على العمود؟ هاي الفي وهاي الام. الفي بتعمل ستريس من هون لتحت ومن هون لتحت، هاي تو في، تمام؟ هاي باللون البنفسجي رسمته، وخليني المومنت اغير لونه واعمله مثلا لون ازرق. طب التو من المومنت كيف بتطلع؟ احكوا لي، هذا المومنت بدور هيك، شو بيعمل المومنت عماله يا شباب؟ بيطلع من الجهه الخارجيه للمبنى، وين بيدخل؟ هيك بلف المومنت قاعد، شو بيعمل يا شباب؟ يعني من هون اب ومن هون كيف داون، يعني هون تو المومنت شو بتكون؟ اب، تو من المومنت هاي، وهون بتكون داون. يعني باختصار في الجهة الخارجية للمبنى التو فاليوز اوف تو بيكونوا متعاكسين، الشير بيعمل داون والمومنت بيعمل اب، بينما في الجهة الداخلية للمبنى الشير بيعمل داون والمومنت داون. عشان هيك انا باخذ سي تو ذا انسايد، ليش؟ لانه في تيرم تو المحصلة انا شو حاكي تو بتساوي؟ في ألتيميت بانشينج على بي نود دي زائد، شو يعني زائد؟ جاما في اكس ام او جاما في واي، احنا بنحكي عن الواي اكسس هون، واي ام يو بي واي، تمام، على جي واي في سي واي هون. هذا يا شباب الترم لاحظوا جمعته جمع، شو يعني جمع؟ شو يعني جمع هون؟ يعني التنين مالهم بنفس الاتجاه. يعني لو انا هاي السي، لو انا هاي السي يا شباب بدي اعوضها تو ذا اوت سايد، فيش مانع، بس ساعتها شو بتصير الاشاره اللي هون؟ برا شو بتصير الاشاره اللي هون؟ نيجاتيف، نيجاتيف طرح، وساعتها بطلعش معي اقصى ستريس. وش بدي فيه؟ انا ما بفتش على اقصى ستريس مشان اعمل تشيك، فمشان بدي اجمع جمع انا لازم هاي تكون الاتجاهين السهمين نفس الاتجاه، وبالتالي السي لازم ناخذها تو ذا انسايد provided انه المومنت نيجاتيف. لاحظوا العكس تماما بصير لو المومنت بوزيتيف، يعني لو انه المومنت، لو حديد الاتصال بين السلاب والعمود سفلي، واحد راح يقول لي هو ممكن يصير حديد الاتصال بين السلاب والعمود سفلي؟ طالما انت بتحلل على الدايركت ديزاين ميثود نو، بس افرض انا بحكي عن ساب، بيطلع، يعني ممكن ساعتها انت هي السلاب وهي العمود، وفرض في زلازل لاترال لود هون، ممكن يطلع ساعتها الحديد سفلي مش علوي زي ما احنا متعودين. طبيعه التحليل في هاي الحاله بيكونش على ساب، عفوا بيكونش على الدايركت ديزاين ميثود، بيكون على برامج حاسوب، لانه واحد من شروط الدايركت ديزاين ميثود بدك تتذكروا انه الحمل فيرتيكال بس، ما عندناش لاترال لود، يونيفورم لود على السبانات المختلفه وباتجاه الجرافيتي. اذا بنحط زلازل ولا بنحط رياح يعطيك العافيه، الطريقه كلها بتعيد، فبدك ساعتها تروح لطرق اخرى اللي ممكن في حينها يطلع المومنت بوزيتيف. فاحنا باختصار مومنت نيجاتيف يعني علوي، توب ستيل يعني تو ذا انسايد اوف ذا بيلدينج، مومنت بوزيتيف حديد سفلي تو ذا اوتسايد اوف ذا بيلدينج، تمام؟ السي تقاس مشان تصيروا التيرمز جمع.
هيك احنا بنكون خلصنا من فكرة البنشنج شير. وبنذكركم في عندنا مجموعة من الرموز اللي بدها حساب. بنصحك اذا بدك تعمل تشيك للبنشنج شير في اي مسألة بحسب الفاي ليتل بي سي سهلة لانه وبعدين بروح بحسب تو. اوكي، لانه زي ما انتم شايفين تو فيها 100 شغلة بدون حساب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 فاريبل بدهم حساب، وبنعوضهم بنحسب تو بنعمل تشيك بعدين. اوكي، هلا قبل لا اروح للخطوه رقم 5 في التصميم، خليني اسال سؤال. لاي عمود لازم نعمل تشيك البنشنج شير؟ Unfortunately you have to do it for every column in the plan. يعني في هذا البلان اللي امامي وامامكم لنعمله لكولوم A ولكولوم B ولكولوم C ولكولوم D ولكولوم F ولكولوم G إلى آخره، كل اللي عندنا. إذا في سيمتري بستفيد من الموضوع، بس إن جنرال لازم ينعمل تشيك لكل عمود في البنشنج شير. يعني هاي معادلته كم مرة لازم نعوضها؟ لكل عمود بس. الحساب اللي عملناه واللي صرنا محاضرتين ثلاثة بنشرح فيه بده ينعمل لكل عمود. هاي الباد نيوز. طب شو الجود نيوز؟ الجود نيوز انه في برامج حاسوب زي السيف وزي الاي تابس الريسنت فيرجنز من الاي تابس، يعني الاي تابس فيرجن 15 لا بس اي تابس فيرجن 16 اعتقد او 18 الفيرجنز الحديثه منه بيعمل تشيك للبنشنج شير. والاي تابس او السيف، برنامج السيف او برنامج الاي تابس لما تحط فيه سلاب وتعمل تشيك للبنشنج شير بيعطيك الريشيو، شير ريشيو، الريشيو اللي بيعطيك اياها جنب كل عمود اللي هي تو تقسيم فايلة البي سي. فالاي تابس او السيف لما يجي يحط جنب هذا العمود الريشيو 9:10 شو معناته؟ شو معناته لما يجي يكتب لي جنب هذا العمود 9:10 يا شباب؟ يعني التو 9:10 من الفايلة البي سي معناته ممتاز البنشنج شير تمام. فإذا البرنامج السيف أو الإي تابس حط الريشيو أكبر من 1 معناته هذا العمود فيه مشكلة. واضح؟ لأنه الريشيو اللي بعطيها هي تو تقسيم فايلة البي سي. بدل ما أقعد أحسب يدويا طبيعي. هل عملنا له فيريفيكيشن أنا حقيقة ولا مرة استخدمت هاي البرامج للبنشنج شير تشيك. بالعاده البنشنج شير تشيك بعمله مانيوالي، بس ممكن بسهوله تعمل له فيريفيكيشن. شو المقصود فيريفيكيشن؟ تاخذ بنايه معروف كم تو، المثل اللي بنحله كم تو كم الفاي بي سي وتحطه بالسيف مثلا. ولمعلوماتكم السيف شاشاته زي شاشات الساب تقريبا، يعني باختصار اللي بيعرف يسوق على ساب بسهوله بساعه زمن بتعلم كيف يسوق على سيف. اوكي، ف اتس نوت ا بيج ديل. فبتطلع البنشنج بتشوف والله طلع الريشيو زي ما احنا حاسبين يدويا ولا لا. اوكي تمام. الان الخطوه رقم 5، خطوه رقم 5 في شو هنا؟ انذكركم حتى ما انتهش، انذكركم I guess we were here هلا احنا مشينا على خطوة رقم 1 اللي هي السماكة للسوليد سلاب، خطوة رقم 2 الأحمال، خطوة رقم 3 حساب العزوم وتوزيعها، خطوة رقم 4 تشيك الشير السلاب واللي على رأسه البنشنج شير، يعني هون في عندي البنشنج شير هذا هو الكارثة. تمام، وإذا بتتذكروا حكيت عبارة صغيرة أنا قلت الفلات بليت هون خفيف الدم وهون خفيف الدم وهون خفيف الدم، الفلات بليت كل زناختها بتصب هون. تمام، فخطوه رقم 5 اللي هي الرينفورسمنت. يعني احنا السلاب تمام بالشير عملنا لها تشيك او البنشنج شير، حسبنا العزوم، بدنا نحسب حديد تسليح. فكيف بدنا نحسب حديد تسليح ونصمم الجسور اذا كانت موجوده؟ فدعونا نذهب الى خطوه رقم 5 ثم بعدها ان شاء الله بنبدا بمثل. أول إشي reinforcement، طبعا يعني ك
خليني بس هون بادي انا مباشر احكي في البيم رينفورسمنت، بس قبلها هاو تو كومبيوت رينفورسمنت، مش حاكي ولا شيء في السلايدات، بس كيف بدي احسب انا حديد تسليح في الكولوم ستريب والميدل ستريب وما الى ذلك. هلا قبل لا ابدا في حساب حديد تسليح في الكولوم ستريب والميدل ستريب، اذا كان في بيم فلازم البيم نعطيه حصته من العزوم. يعني انا لما وزعت حصص هون في هاي السلايد في المثل اللي حليته، كان في عندي عزوم للكولوم ستريب بما في ذلك البيم. يعني اذا في جسر هاي حصه الكولوم ستريب مع الجسر، فال539 هذا العزم اللي جاي للكولوم ستريب بما في ذلك الجسر، وال161 هاي للميدل ستريب. طب هلا السؤال، ال416 او ال539 هاي العزوم اللي هون اللي هي الكولوم ستريب، هاي عباره عن حصه الكولوم ستريب بلس ذا بيم اف ذا بيم اكزيست. اوكي، كم البيم له منها؟ هاي اول نقطه مشان نقدر نعطي حصه للبيم من العزوم، وبعدين نقدر نصمم. فقال لك البيم حصته من العزوم هي كما يلي: بيم شير، بيم كونتريبيوشن، بيم شير اوف مومنت. حصه البيم من العزوم هي 85% تايمز ذا مينيمم اوف الفا اف ال2 على ال1 او واحد تايمز الكولوم ستريب مومنت. يعني حصه البيم من هال 539 هذا الرقم اللي هون، هذا الرقم اللي هون قديش حصه البيم منها؟ حصة البيم منها هو 85% ضرب الصغير من الفا اف ال2 على ال1 او واحد ضرب هذا الرقم. تمام؟ هلا هاي شو معناها الايكويشن؟ معناها يا شباب اذا البيم ناصح، اذا البيم ناصح يعني ستيف ديب يعني عميق وله عرض منيح، فالالفا اف بتطلع رقم كبير. لما بنضربها في ال2 على ال1 هذا الريشيو بيطلع اكبر من واحد، وفي هاي الحاله مين اللي بيحكم المينيمم؟ الواحد. الواحد، فساعتها بتصير هاي جواب المينيمم اذا البيمات ناصحين واحد. 85% ضرب واحد 85% في الكولوم ستريب، يعني 85% من حصه الكولوم ستريب باخذها الجسر، تخيل. وال 15% اللي ضلت بتروح لمين؟ للسلاب المجاور للجسر، اللي هي الكولوم ستريب المجاور للجسر. فإذا الجسر عميق ودروبد ومرتب بيطلع معك إنه معظم العزم راح ياخذوا الجسر، والسلاب المجاور بتكون مكيفة فيش عليها عزوم. لكن إذا البيم هيدن أو نص كم، تمام؟ ساعتها بيطلع الالفا اف ال2 على ال1 رقم صغير، وبالتالي حصه الجسر صغيره، وبالتالي الكولوم ستريب بيطلع عزمها الكولوم ستريب الون، يعني اللي هي السلاب اوف كولوم ستريب بيطلع عزمها عالي. وهذا منطقي جدا، حتى اشبه لكم اياها. اذا في اربعه حاملين طاوله مثلا، خليني اتخيل انه واحد بيلعب حديد هو الجسر. هلا اذا اللي بيلعب حديد هذا عضلات كثير وإشي، الشباب اللي جنبه بيكونوا مكيفين لانه هم ماخذ معظم الطاوله، صح؟ بس اذا الكل تعبانين كل واحد بصير حمله ماله عالي. فاذا في عندنا جسر مرتب ببلع معظم العزم الموجود. فهي اول شغله. اذا احنا طلعنا سي اس مومنتس، سي اس مومنتس، شو بدنا نعمل فيها السي اس مومنتس؟ بدنا نوزعهم لشغلتين، لبيم و سي اس اتسلف او الون، اذا بدك سي اس الون لحالها. طبيعي البيم باخذ هاي الايكويشن، هاي الحصه. طب والسي اس الون شو باخذ؟ البقيه. تمام. طب بعد ما انا حسبت حصه للبيم وحصه للسي اس الون وفي عندي حصه للميدل ستريب اوريدي، شو بعمل؟ based on the moments computed in step 3 and since the width of column strip and also middle strip are known as well as the dimensions of the beams، يعني ابعاد الجسور معروفه عندي، وعرض الكولوم ستريب معروف، وسمك الكولوم ستريب معروف، وعرض الجسر معروف،
وسمك الجسر معروف وعرض الميدل ستريب معروف وسمكه معروف، كيف بنحسب الحديد؟ شو رايكم؟ مثلا الجسر طلعت العزم اللي فيه، طلع العزم اللي في الجسر لنفترض جدلا في نقطة ما 400، كيف بحسب له الحديد؟ شو رايكم شباب؟ من معادلة رو؟ رو يساوي الحديد، يعني افرض الجسر اخذ 400 من هذا الرقم وضل 139 للكولوم ستريب، كيف بحسب الحديد في الجسر؟ 400 وعرض الجسر معروف وارتفاعه معروف، رو تساوي الحديد يساوي، خلصنا. وزي ما احنا متعودين باخذ اقصى عزم وبعمل بقية انتربوليشن. طب والميدل ستريب نفس الشيء، والكولوم ستريب نفس الشيء، تمام؟ فالعمليه مالها ستريت فورورد لحساب الحديد، بدهاش شيء. اوكي، هلا السؤال اللي بضل يطرح نفسه، طب الجسر ناخذ مقطعه مستطيل في حساب الحديد ولا ناخذه هذا المقطع اللي وجع راسنا فيه الكود قبل؟ هذا نتعامل مع الجسر هيك مقطعه ولا خلص مستطيل؟ شو رايكم بحساب الحديد؟ بحكي يعني اذا الجسر داخلي مثلا، هل اتعامل معه مقطعه هيك واشوف قديش مومنت والنيوترال اكسس فوق ولا تحت، ولا خلص رو يساوي وكانه مستطيل على الويب؟ يمكن يصير ديفرنت 100%. ثانك يو فيري ماتش. خلص مستطيل حساب الحديد، المقطع مهما كان شكله تي ولا ال ولا كذا، خلص تعامل معه مستطيل، مستطيل بهذا الشكل وانتهينا. خلص هيك هذا يعني باختصار قديش في لجز ماشيين بالسلاب ما بيهمنيش، تمام؟ رو يساوي الحديد يساوي بنضل ماشيين. اوكي، بس هذا السؤال اللي دائما بخطر في بال الطلاب، انك خلص خليك على ما تعلمناه، انه حتى لو المقطع شكله تي ولا شكله ال بحسب له حديد كانه مستطيل وانتهينا. فمعناته خطوه حساب الحديد خطوه مباشره جدا ولا تختلف اطلاقا عن اكزامبل الون واي سلاب اللي حليناه سابقا. ضل عندي مشكلة التالية، إذا حسبنا الحديد للجسر شو ضل؟ شو في إشي للجسر لسه ما عملناه في حال وجود جسور؟ شير كانت. شير 100%. طب هاي المعادلة بتعطيني المومنت في الجسر، ما بتعطيني شير. طب من وين بدي أجيب الشير في الجسر؟ فقال لك how to design the beam for shear. أول شغلة بنحسب تريبيوتري اريا للبيم منصفين زوايا الغرف. هاي يمكن القضية حكيت عنها أنا سابقا، يعني شو منصفين زوايا الغرف؟ يعني باجي أنا لهاي الغرفة قديش زاويتها 90؟ 45 45. نفس الشيء هاي زاوية الغرفة 90 بنصفها. لاحظوا حتى أوضح لكم شو قصدي. هاي زاوية الغرفة كم؟ هاي زاوية الغرفة كم؟ 90. كم بتكون هاي الزاوية معناته؟ كم بتكون هاي الزاوية؟ 45. وبتطلع بخطوط في هالاوتوكاد او في وات ايفر يعني على سكتش. هلا لما تطلع طبيعي نفس الشيء هون، نطلع في خطوط نطلع في خطوط. طبعا انا مش مكمل الرسمه، بنصف هاي الزاويه بطلع بخط، بنصف هاي الزاويه بطلع بخط، بنصف هاي الزاويه بطلع بخط. هيك رسمتي مش تسكيل، يعني ما حدش يقول لي لا مش هيك بطلع وانت غلطان بالرسم، اعملها على الاوتوكاد بطلع شيء مشابه، لكن هاي بتطلع سكيماتيك. في حد عنده مشكلة؟ نفس الشيء هون، بنصف هاي الزاوية بنطلع بخط، بنصف هاي الزاوية بنطلع بخط. الأصل إني هدول أحاول أعملهم هيك رفع شوي أو سكيل أب، قلت البت شبه المنحرف. برسمتي مش سكيل طالعة، بس أوكي. إذا هدول الخطوط شو هم؟ شو هم هدول الخطوط؟ تنصيف الزوايا. العملية مش صعبة أبداً. العملية مش صعبة أبدا. هلا إذا بتلاحظ بعد ما نصفنا زوايا الغرف، الخط البيم A B C D بحصر تريبيوتري أريا. هلا نضل لي هاي، هذا شبه المنحرف وهذا شبه المنحرف، هذا شبه المنحرف. طب معلش لو سألت سؤال، لو بدي واحد من الجسور الداخلية العمودية شو المساحة اللي بحصرها؟ شو بتكون؟ مثلثات صح؟ يعني لو بدي هذا الجسر مثلا اللي من عند سي واطلع او من عند بي واطلع هيك، هذا شو رايكم؟
هذا الجسر شو رايكم؟ صح بتكون مثلثات. هاي مساحة فيها صعوبة نحددها، طبعا هو نفس الشيء هيك 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 بغض النظر سكيماتيك دايجرام. فيها مشكلة؟ في مشكلة إن نحدد لكل جسر شو المساحات اللي بتطلع له؟ طيب خليني أمسح الخطوط الزائدة، أنظف الشاشة وأرجع أسأل سؤال. يمكن هون لازم نحذف بي، أن في بي زيادة هون، هاي البي مزناش أو سي. هلا أرجع أسأل السؤال، هاي المسافة الصغيرة مين بده يحكي لي كم قيمتها أو كيف بقدر أحسبها؟ افرض الغرفة 10 × 8، شو بتطلع هاي المسافة الصغيرة؟ مين شاطر في الجيومتري وبدي يحكي لي كم تطلع هاي المسافة الصغيرة؟ بدك ارسم هون غرفة مستطيلة هيك ونصف زواياها حتى اساعدك مشان تحصل الرول اللي بدي احكي عنها. تمام، هلا هاي 8 وهاي 10 صح؟ معناته هاي المسافة من هون لهون كم يا محمد؟ نص الثمانية صح يا محمد؟ محمد معنا؟ مش معنا طالع محمد. طيب براء كم هاي المسافة؟ أربعة. معناته كم هاي المسافة يا فاطمة؟ هي الزاوية 45 فاطمة، كم هاي المسافة؟ 45 نحسبها تاني. ال 45 كم فاطمة؟ واحد. معناته هاي شو راح تكون الضلع؟ 4 صح؟ مش العمودي 4؟ معناته الأفقي 4 صح؟ اقتنعتي فاطمة ولا لأ؟ أكثر. تمام، براء كم هذا برضو بيكون؟ 4. معناته كم صفة المسافة الصغيرة اللي أنا بفتش عليها؟ 2. كيف حسبتها بطريقة سريعة؟ 10 ناقص 8، يعني باختصار هذا الضلع هو فرق أبعاد الغرفة، الضلع الطويل ناقص الضلع القصير. تمام، 10 ناقص 8 2. طب لو سألتكم مساحة المساحة هاي المظللة بالأزرق كيف بقدر أحسبها؟ هذا الضلع 10 وهذا الضلع 2، فمساحة شبه المنحرف هذا شو راح تكون؟ مساحة شبه المنحرف هذا شو راح تكون؟ هاي 24. منيح، بس كيف حسبتها؟ هاي 4، فبقول 10 + 2 × 2 = 4، فبطلع 24 زي ما حكى براء. وشبه المنحرف اللي تحتاني نفس الموديل تماما، نفس الموديل تماما، فمعناته التربيتري اريا لكل سبان بقدر بسهولة احسبها. طبيعي اذا انا بحل عمالي مش يعني اذا بحل مثلا في امتحان الكتروني او بحل لنفترض في هوم وورك، حتى فيش داعي احسبها. شو بعمل براء؟ انا بحل المساحه اوتوكاد وبقيس قياس ولا ايش احسبها. يعني اذا انا بحل في شيء الكتروني او بحل في مشروع او بحل في هوم وورك مش امتحان وجاهي على ورق اللي معيش اوتوكاد، على الأوتوكاد برسم هالأضلاع وبقيسها وخلصنا مثلا. أوكي، اللي شاطر منكم في الأوتوكاد تأخذ ثواني بقرأ المساحة. فحسبنا مساحة كل سبان، وما عندي مانع في أي هومورك في أي بروجكت في أي كذا أنك تقول مساحة قست على الأوتوكاد طلعت كذا وكذا. هدفي مش أنك تقعد تحسب مساحات، هدفي أنك تطلع المساحة بأي طول عندك. أوكي، طبيعي طول عندك مش طول جارك. تمام، هذا بجوز لازم نوسعه هيك، مش مشكلة بجوز، خليني بحاول أخليها أندو. تمام، بلاش تخربش اللي هو. فإذا at the end of the day أنا راح يطلع معي مساحة لكل مين؟ compute the tributary area for each span
نحسب لكل span tributary area. Estimate a uniformly distributed load on each span of the beam. كيف؟ هلا هاي tributary area هي المساحة اللي حاملها البيم. لو ضربتها أنا في السلاب بطلع معاي W على البيم بتساوي A الأريا في W السلاب على L على طول السبان. تمام؟ على L اللي هو طول السبان. لكن بدك تزيد لها إكسترا أي إشي زيادة جاي على البيم. كمان مرة لما بضرب أنا هاي المساحة في W السلاب بطلع معي total load قسمه على طول السبان. شو بطلع معك؟ uniform load. زد له أي حمل جاي على الجسر، واجهة حجر، وزن الجسر نفسه أو وزن بروز الجسر إلى آخره. هذا distributed load اللي جاي على الجسر. الآن بعد ما أنا أحسب distributed load على الجسر هذا هيك وdistributed load هيك وdistributed load هيك، بعدها شو بقدر أعمل؟ بقدر أحسب له شير زي الـ one way slab، زي ما عملنا في الـ one way slab. معاي distributed load، بحسب الـ ultimate shear، الـ V max والـ V ultimate والـ V ultimate design. هاي الخطوة الوحيدة هي الجديدة بالنسبة للـ two way. هاي الخطوة الوحيدة هي الجديدة، لأنه كنا نحسب V max ونحسب V ultimate. في التو واي سلاب زدنا V ultimate design. هاي العملية، هاي البروسيس، إنه WAB بتساوي area AB في W ultimate للسلاب على L زائد any additional load. ال V max هي WLN على 2 for interior spans، 1.15 WLN على 2 for exterior spans. ال V ultimate V max ناقص W في D. كل هذا الكلام you know، أوكي؟ كل هذا الكلام you know من earlier work. بجوز لا من هون عفوا، هيك هذا you know، هاي جديد عليكم اللي هي كيف نحسب ال W. على الديزاين ال V ultimate design اللي هي المينيمم لألفا F L2 على L1 واحد في V ultimate. في بعض التساؤلات. أول تساؤل قبل لا يعني نروح ل example نحله، في مجموعة من التساؤلات تخطر في بال أي طالب. أول تساؤل اللي هو أبدأ في أسهل واحد فيهم، هاي الـ W أي W فيهم؟ يعني W لسبان AB ولا لBC ولا لCD؟ والله حسب الـ V max في أي سبان كانت. يعني أنا السبان الداخلي بحسب هاي V max، والسبان الخارجي بحسب هاي V max. الكبيرة فيهم بعوضها هون، صح مش هيك كنا نعمل يا شباب؟ طب الكبيرة في أي سبان؟ إذا كانت الكبيرة في سبان AB معناته هاي الـ W لAB، إذا الكبيرة في سبان CD فهي W لCD، وهكذا. فالW هاي مش محطوط لأي سبان لأنها تبعا للV max في أي سبان. Is it clear؟ طبعا والD هي depth، الإفكتيف depth للB. إذا أول تساؤل قد يخطر في بال أي منكم، الW هاي لأي سبان هي السبان نفسه اللي فيه V max. طبيعي والW هاي لأي سبان، سبان الداخلي شو اسمه حسب شو اسمه، وهاي الW للسبان الخارجي حسب شو اسمه. يعني في حالتنا سبان AB بيجي هون خارجي، سبان BC بيجي هون داخلي، سبان CD بيرجع هون خارجي، وهكذا. بتعرفوا شو يعني سبان خارجي وسبان داخلي؟ شو رأيك برا شو يعني سبان خارجي؟ كونتينيوس من جهة واحدة 100%، وسبان داخلي كونتينيوس من جهتين. بيرفكت. هاي أول تساؤل. التساؤل الثاني اللي بخطر في بال أي منكم اللي هو طب الحمل أصلا مش موزع يونيفورم، كيف أنت اعتبرته يونيفورم؟ عندما بطلع أنا على التريبيوتري إيريا اللي جاي على البيم شبه منحرف مش يونيفورم، طب كيف انت اعتبرته يونيفورم؟ وهل هذا جائز؟ شوفوا طالما بحكي عن شير فتوزيع الحمل لا يؤثر كثيرا على الشير، انما يؤثر كثيرا على المومنت. عشان هيك الحمل لازم يكون يونيفورم بالنسبه للمومنت، بس لو ما كانش يونيفورم بالنسبه للشير عادي.
طريقة ال ACI coefficient إذا فاكرينها مش فرضنا فيها حمل يونيفورم، يعني طريقة ال ACI coefficient إحنا إذا بتتذكروا لما جينا حللنا هيك كنا لازم الحمل يكون يونيفورم. برأيكم ليش لازم الحمل يكون يونيفورم؟ للشير ولا للمومنت؟ مومنت. مومنت مينلي. يعني الشير لو الحمل مش يونيفورم مش راح كثير تأثر على الشير. وحتى أثبت لك هذا الكلام خلينا ناخذ سمبل اكزامبل. سمبل سبورتد بيم في ثلاث حالات، لكن التوتال لود راح نخليه نفسه. التوتال لود راح نخليه نفسه، وبدنا الان نخمن احنا كيف رسمه الشير لكل واحد فيهم. عندك اول حاله ديستريبيوتد لود قيمته 100 والبيم طوله 8، طبيعه التوتال لود شو بيطلع؟ التوتال لود شو بيطلع شباب؟ 800. الحمل الثاني كونسنتريتد لود مقداره 800، والحمل الثالث مثلث شو بدك اكثر من هيك جعلك في الديستريبيوشن، تمام؟ مثلث وقيمته 200. كمان مره التوتال لود هون 800 وهون 800 وهون لو حسبته 800. كيف لو حسبته 800 التحتاني؟ كيف بده يطلع 800؟ مساحة المثلث كم مساحة المثلث؟ نص ال 200 في 8. 800. يعني باختصار التوتال لود في الثلاث حالات ذا سيم. نشوف الشير كم الرياكشن؟ هون الرياكشن 400 مظبوط ولا لا؟ طب هون اللود هذا في النص هون كم الرياكشن؟ نفسه 400. طب وتحت كم الرياكشن؟ برضه 400. ايه هذا طلع نفس الرياكشن. بطلع نفس الرياكشن. طب ارسم شير فورس دايجرام اشوف للثلاث حالات. خلينا اغير لون القلم. الحاله الاولى كلكم حافظ الشير فورس بيطلع هيك 400 وبينزل من هون 400 وخط مستقيم، يعني الشير الاقصى 400. طب الحاله الثانيه بيطلع 400 وبيمشي افقي وبعدين بينزل 800 وبيمشي افقي، برضه الشير الاقصى 400. طب الحاله الثالثه بيطلع 400 وهون بينزل 400 وبنوصل بينهم باس كيرف. اذا بترجع للاستاتكس نوصل بينهم باس كيرف هيك. فالشير الاقصى كم؟ 400. هلا لو ابعدي الدي عن فيس السبورت مشان تطلع في التيميت، لو ابعدي الدي عن فيس السبورت قديش بتفرق في التيميت في الثلاث حالات؟ يعني هاي في التيميت هون، هاي في التيميت هون، وهي في التيميت هون. شو بتفرق في الثلاث حالات في التيميت؟ شو رايكم؟ فرق كبير ولا صغير؟ يعني مخلي شيء. ما احنا بادين ب 400، يعني قديش بدنا نبعد؟ قديش بدنا ننزل؟ هون طبعا بتضل 400، هون بجوز تنزل لها 30، تصير 370، هون تنزل لها 10. يعني الارقام هيك لو بدي اقدر من عندي بجوز هاي تطلع 370 مثلا. اذا بتحسب هاي 400 وهاي 390، شو رايكم تسوى اني اوجع راسي في الديستربيوشن؟ يعني باختصار ديستربيوشن الحمل ليس له اثر على الشير بشكل كبير، له اثر بس قليل. طبعا المومنت بجوز واحد يقول طب معناته ليش صار عندنا في موضوع اليونيفورم لود؟ خلينا نشوف لما الكود بقول لك يونيفورم لود هل المومنت بفرق؟ كم المومنت لهي الحاله؟ دبليو ال تربيع على 8 مظبوط. قديش بيطلع هذا يا براء؟ 800 صح؟ صحيح. طب الحالة الثانية بي ال على 4 قديش بيطلع يا فاطمة؟ بي 800. كمان 800.
لا بيطلعش 800. اوه ال ال 8 متر، 800 في 8 1600 1600 1600. 1600. الحالة الثالثة بجوز ما بتعرفوهاش، بس أنا بعطيكم الفورميلا دبليو ال تربيع 12، ارجع للاستاتيكا احسبها بتطلع 12. يعني 200 في 8 تربيع على ايش؟ 12، قديش بيطلع هذا؟ تقريبا 1067. بيطلع 1067. ماشي، لاحظ فروقات العزوم بزبط ساعتها نعتبره كله يونيفورم، يعني ده لود مركز اعتبره يونيفورم بزبط. كشير ما فرقتش، يعني بتفرق بس مهمل الفرق، لكن كمومنت شو رايك؟ كمومنت شو رايكم؟ كثير فرق. كثير الفرق. فباختصار كوني انا التارجت الي شير مش مومنت، كونه التارجت الي شير يا شباب، فعشان هيك لو انا حطيت اللود يونيفورم الفرق مش راح يكون عالي، تمام؟ يعني اذا اللود حطيته يونيفورم ما راح يكون الفرق عالي جدا في حساباتنا. بينما لو انا بدي احسب مومنت كان بقدرش احطه يونيفورم، لحسن حظ المومنت اجى من طريق ثاني اللي هي زي ما قلنا الحصص الالبين. ضل اخر سؤال قد يخطر في بال اي من الطلاب او اي واحد بيطلع على المعادلات، وهو التالي. الان الكود يزعم انه، او مش يزعم، بيطلب انه اذا البيم ناصح خلص معناته بيطلع الكبير، عفوا الصغير من هدول التو تيرمز اللي هو واحد، متفقين؟ يعني اذا الفا اف عاليه فخلص الفي التيميت اللي طلعت معي هي اللي بصمم لها. وين مشكلتي؟ مش في البيم الناصح، مشكلتي في البيمات الهيدن او البيمات التعبان، يعني البيم اللي بيكون مثلا ابعاده صغيره. حسب الكود بقول لك يا عمي انت طلع معك الفي التيميت 700، ما تصمم لل 700 ولا شو نصمم يا كود؟ صمم مثلا افرض هذا الفاكتور لانه البيم صغير طلع 0.4، فبقول لك صمم ل 0.4 من ال 700. بتعرفوا اذا هذا 0.4 الصغير من واحد و 0.4 هو مين؟ 0.4. طب وبقية الشير وين بده يروح؟ أجين أعيد سؤالي، يعني أنا البيم بده يجي 700 كيلو نيوتن قص، الكود شو بقول لي؟ إذا البيم ناصح خلص صممه على 700. طب وإذا البيم مش ناصح صغير هيدن بيم؟ قال لك لا ما تصممه على 700، صممه على هذا الفراكشن ضرب ال 700. فلو هذا الفراكشن طلع 0.4 بنصممه على 280. بال 420 كيلو نيوتن اللي هي الفرق وين راح؟ اها هذا الفرق بروح بيعمل بانشنج شير. عشان هيك اذا الالفا اف ال2 على ال1 اقل من واحد، حتى لو انوجد بيم له الفا اف ال2 على ال1 اقل من واحد، لازم تعمل تشيك للبانشنج شير. فصار في عندنا ثلاث حالات. الحاله الاولى بيمات ناصحين وإلها ألفا إف إل 2 على إل 1 مالها أعلى من 1، وفي هاي الحالة يعني دروب بيمز مناح، في هاي الحالة فيش تشيك للبنشنج شير خلص، معناته أنت بتصمم البيم لكل القص والسلاب بتعمل لها تشيك بشكل بسيط وخلصنا. والحالة الثانية إنه نو بيمز، وهاي مبينة فيش بيمات، معناته في بنشنج شير اللي هي الفلات بليد. شي الحالة الثالثة انه في بيمز بس ما لها البيمات، بس ما لها البيمات يا شباب، هيدن الفا اف ال2 على ال1 اقل من واحد. في هاي الحاله يا شباب الكود بقول لك قلل الشير اللي جاي على الجسر بهاي المعادله، لكن في المقابل لازم تعمل تشيك للبنشنج شير. يؤسفني اخبركم انه الساب، عفوا السيف والاي تابس اللي حكينا بيعملوا تشيك للبنشنج شير، نبرمجهم بطريقه بحيث لما ترسم اي جسر بمر في العمود بيعمل تشيك للبنشنج شير. يعني البرنامج بيقول لك خلص هذا العمود ما بدناش نعمل له تشيك، كانه بيفترض المبرمج
لما بحط جسور شو بحطها؟ جسور ناصحين، وهذا خطأ على فكرة مرات بعض المهندسين بيوقعوا فيه في الواقع. يعني بيكون المهندس حاط سلابة ضرب 4-5 عمدان في البنشينج شير، بقول لك يلا بضحك على البرنامج، بروح شو بيعمل؟ شو بيعمل المهندس؟ حطينا سلابة زي هيك تمام؟ فضرب هذا العمود في البنشينج شير وهذا العمود وهذا العمود، بقول لك بسيطة بحط هيدن بيم وهيدن بيم وهيدن بيم، خلص البرنامج بقول لك تمام. لا يا عمي، البرنامج ما بيقول تمام، البرنامج بقول لك أنا ما فحصت البنشينج شير. You have to go back and check bunching shear yourself. تمام؟ وهي مشكلة. طبعاً يعني مش عارف ليش مبرمجين هيك، هم المفترض إنه يعمل check bunching shear no matter. تمام؟ فهو كأنه بأخذ حالة فيش بيمز أو في بيمز ناصحين، ما بأخذ حالة في بيم نصكم. أعطيكم تريك في الواقع مش للامتحانات إنك تتجاوز هاي النقطة. إذا مر معك سلاب فيها هيدن بيمز أو بيمات انحاف والألفا اف ال2 على ال1 لهم أقل من واحد وبدكيش تعمل تشيك البنشنج، هاي الخطوة تعملهاش. شو يعني؟ يعني الجسر طلع فيه شير 700، بروحش بقول بدي أصمم على 280، لا بصمم على 700. في هيك حالة حتى لو بده يصير البنشنج ولو عملت تشيك للبنشنج، كمية الكانات الهائلة اللي بتحطها في الجسر ستجبر البنشنج شير انه ما يصيرش، يعني مش راح تسمح للبنشنج شير انه يصير لانك انت حطيت كمية كانات هائلة على الفورس العالية. اوكي؟ يعني انا كان عندي فورس 700 ما استخدمتش هون، فصار عندي شير 700 بدي احط له كانات متقاربة ومكثفة، هاي الكانات بتحل مشكلة البنشنج وخلصنا. بالنسبة للامتحانات أو لأي وسيلة تقييم homework whatever عنا، مش راح أسألكم يعني عمل check للبنشنج في حالة وجود جسور is beyond the scope of my course. أوكي؟ إنك تعمل check بنشنج وفي جسور موجودة مش راح أخليه داخل ضمن إطار المساق. طب كيف بدنا نتعامل في الواقع؟ التريك حكيت لك إياه في الواقع، هاي الخطوة بعملها. عندي جسر انا حاطه حتى لو هدم نحيف ناصح شو ما كان يكون، طلع الشير 700، بروح بفحص لل 700، طبعا بطلع بدي كانات بلاوي في الجسر او بطلع عرض الجسر بلاوي، عادي بعمله عريض بحط كانات كثير فيه، خلص ساعتها البنشنج تلقائيا بكون محلول. اوكي؟ طبيعي بعد ما اطلع في التيميت ديزاين نعمل خطوات الشير العادية، بنحسب بي سي وبنحسب الكانات كأنه أي جسر عادي. أي تساؤلات لديكم؟ بدي أبدأ بمثل إذا فيش أسئلة. في أسئلة؟ بدي أحل مثل فلات بليت وبعدين بعطيكم بعدها شو بنعمل لو كان ريبد سلاب او وفل سلاب او فويد سلاب، بنحل مثل على الريبد سلاب تو ريبد سلاب وبنكون انهينا هذا السكشن او هذا البارت من المساق. حل مثل على الفلات بليت اكزامبل فور ذا فلات بليت شلون طبعا ان ذا نيكست سلايد 19 سلايد. If a flat plate system is used and answer the following. لاحظ ما حكيت design a flat plate system. طب ليش؟ احنا راح نعمل فريم واحدة check bunching لكولوم واحد. لو قلت design معناته بدي اعمل كل فريمات وcheck bunching لكل الكولومز، فحجم المثل بصير اضعاف اضعاف الموجود وتكرار. يعني اللي عمل فريم افقي بيعمل فريم عمودي. Determine the required slab thickness. Design frame A, B, C, D. هاي صممنا فريم، حسبنا سماكة صممنا فريم. Check column A for punching shear and provide a remedial action if needed. Provide a remedial action. شو يعني remedial؟ شو يعني remedial؟ شو يعني remedy؟ في حد بيعرف في الانجليزي شو معنى ريميديال؟
طيب اساعدكم corrective action علاجي يعني. يعني تشيك البنشنج شير كاني انا عارف انه في مشكله في البنشنج شير، فبقول لك اذا بحاجه لانك تعمل علاج لمشكله البنشنج شير حط العلاج المناسب، صمم العلاج المناسب. تمام؟ فريميديال معناها علاجي. طبعا لو حكيت لو وقفت نص السؤال لهون لحدي تشيك بنشنج شير خلاص بنقول العمود نوت اوكي مثلا، او بنعمل تشيك العمود نوت اوكي وخلصنا. بس هون لا يكفي، بدك تقول نط اوكي طب شو العلاج؟ العلاج كذا، تصميمه كذا. راح نشوف اكثر شيء سالت عنه في امتحانات سابقه على الاطلاق في هذا البارت هو هاي، يعني تو مي هاي الموست امبورتنت بارت في البنشنج شير اللي هي الريميديال اكشنز، راح احكي عنها باستفاضه ان شاء الله ونناقشها ونصمم بعض. اسيوم F prime C 24 ميجا باسكال، FY 420 ميجا باسكال، SID اللي هو سوبر امبوز ديد 2 كيلو نيوتن على المتر مربع، لايف لود 3.5، والاكسترنال وول ويت 20 كيلو نيوتن على المتر. كل الارقام هاي تيبيكال لبلادنا ما عدا هذا الرقم. قليل هذا الرقم. بس هذا بيعتمد في طمم ولا فيش طمم للبلاط. في بعض التطبيقات بيلزقوا البلاط تلزيق. تمام، ساعتها بيطلع السوبر امبوزد قليل. اوكي، اما اذا بدي احط رمل او فوليه وبعدين احط طينه بلاط وكذا بيطلع اكثر منه. في اسئله؟ تمام، هلا نبدا. هاي السلاب هاي طبعا مرسومه على الاوتوكاد 5.5 5.5 5.5 7.3 7.3 7.3. لاحظ انها جاي تقريبا على حافه التوي مع الونوين نظام الانشائي، يعني بجوز لو هاي بالسوق تلاقي المهندسين عملوها ونوي ريبد سلاب. تمام، بس الفلات بليت از ان اوبشن. اوكي، مش ضروري يكون ذا بيست اوبشن او ذا موست يوزد اوبشن. تمام، فابعاد العمدان 0.4 باي 0.5 meters. العمدان هدول اللي هون واللي هون مستطيلين، بينما العمدان الخط هذا والخط هذا مربعين. الفريم اي بي سي هي مرسوم. في حد عنده مشكله في معطيات المساله؟ نحلها شوي شوي ومع بعض ونبدا. شو اول مطلوب يا فاطمه؟ شو اول مطلوب فاطمه؟ نحسب السلاب ثيكنس. طب كيف فلات بليت؟ هاي فلات بليت شو يعني؟ الفا كم؟ الفا فلات بليت يرجع في جدول صح 100%. طب ليش رجعت للجدول؟ لانه الفا اف صفر، ما دام فلات بليت معناته فيش جسور، معناته الفا اف صفر معناته الفا ام صفر، فيش احلى منها الفلات بليت لحد الان. الفا اف صفر والفا ام صفر، الفا ام صفر يعني اقل من 0.2. فلما انا بدي احسب السماكه بروح برجع هيك 20 سلايد تقريبا الى الوراء او اكثر شوي، بلاقي حالي انه في حساب السماكه هاي المعادلات بتقول لي اذا الفا ام اقل من 0.2 استخدم الجدول. الالفا ام عندي انا صفر فيش جسور، معناته بستخدم الجدول. بيرفكت. طيب بدنا نستخدم الجدول. طبعا ما يهمني هو الخط الاحمر هذا اللي عليه مربع احمر لانه اف واي 420 ميجا باسكال. طيب اي خانه منهم ناخذ؟ يلا احكوا لي اشوف. شو رايكم؟ براء شو رايك؟ المفروض بيطلع تضرب بنات. احنا مش حاكينا سيره دروب بانل المعطيات، فانا بدي افترض انه المعماري مانعنا من الدروب بانلز، فبدي اخذ هاي الخانه. طبعا لو حكى لي هلا بجوز واحد يفرض عكس هيك، بس انا بدي اروح للورست كيس انه المعماري يمنعني من الدروب بانل. هاي معناته صرنا هذا العمود او هذا العمود او هذا العمود. بسال حالي هل مسموح لاعمل ايدج بيمز؟ قطعا لا، لانه بكل فلات بليت ما
أعطانيش معطيات تسمح بجسور في هاي الخانة، لا معناته شو صفة عندي؟ يا هاي يا هاي، صح؟ إذا الغرفة خارجية إل على 30 وده الغرفة داخلية إل إن على 33. بسأل نفسي سؤال، هل الغرف مختلفة في الأبعاد حتى أجي أعوض ولا كلهم نفس التفصيلة؟ كلهم نفس التفصيلة. معناته مين اللي بدها تحكم السماكة؟ الخارجية ولا الداخلية؟ الخارجية لأنها بتعطيني أكبر. طيب الخارجية بدها سماكة أكبر ال N على 30، فعشان هيك أنا بأخذ الغرفة الخارجية وبحسب منها السماكة. فباجي معناته بقول يا عمي السماكة اللي عندي اللي هي ال N على 30. طبعا زي ما حكيت لاحظوا إنه مانعني يعني أو أنا منعت نفسي، بديش أقول مانعني، منعت نفسي من إن أستخدم دروب بانلز أو كذا. برجع الأمر إليك، نص السؤال لما بقول فلات بليت أنا بفضل تفترض إنها فلات بليت without any additional beams or drop panels، أوكي؟ unless it's mentioned. فبرجع هون إذا ألفا إم زيرو فلات بليت، التابل هي ال إن على 30 228 ملم. طبعا هي ال إن شو طرحت من ال إن 7 أمتار و 30، هاي الغرفة الخارجية ضلعها 7 أمتار و 30، شو بنطرح منه؟ نص العمود اللي هون 25 سنتي ونص العمود اللي هون 20 سنتي، فهمتوا علي كيف؟ وبتصفي هاي الكلير سبان هذا اللي هو 6 أمتار و 85 سنتي. ف 6 أمتار و 85 سنتي على 30 بيطلع اللي هو 228 ملم. طبيعي أنا قلت استخدم 25 سنتي. فرانكلي سبيكينج لو هاي رياليستيك او لو هاي ريال ستراكشر بعملها 23 سم مش 25، تمام؟ لو هاي ريال ستراكشر بعملها 23 مش 25، يعني فيها توفير سنتيين باطون اذا في طوابق متعدده بيعملوا كميه فلوس منيح، تمام؟ طبعا مش الي بيعملوا الفلوس، بيعملوا للكلاينت، بس الاوبتمايزيشن دائما مطلوب، اوكي؟ بكل الأحوال أنا رحت ل 25، حتى بالامتحانات لو أنت عملتها 25 فاين، وحتى بالواقع في كثير من الأحيان لو عملتها 25 زي هيك يعني مش راح يعملوا لك قصة، بس مرات إذا في تكرار للعمارة أو تكرار للطوابق كثير حاول تكون بخيل شوية في التصميم قدر الإمكان، لأنه فيها توفير بكميات كبيرة. يعني على سبيل المثل عندك حوالي 22 متر في 16 حوالي 400 متر في 2 سنتي 8 كوب في كل طابق، لو عندي 10 طوابق هي 80 كوب باطون، في 330 شيكل صرت بتحكي عن 25 ألف شيكل تقريبا توفير فلوس، أوكي؟ فإذا في تكرار عمارات برافيديا بالدوار، عمارات كبيرة وفيها تكرار مثلا زي روابي فيها تكرار كثير، حاول تكون مين شوي في التصميم، مش على حساب السيفتي إنما مين بقدر الإمكان بما يحقق السيفتي. anyway أنا خلاص مشيت على 25 سنتي. طبعا حتى أصمم فريم ABCD قطعا بدي الحمل، يعني خطوة رقم واحد هي عملتها هي سطرين ثلاثة، خطوة رقم اثنين اللي هي الحمل، والحمل سهل 1.2 times the dead plus 1.6 times the life. الدد طبيعي اللي هو وزن البلاطة زائد السوبر امبوز. طب ليش ما حولناش بين رب هون؟ شو رايك فاطمة؟ ما هي فلات بليت 100% فلات بليت، يعني سوليد سلاب، هاي يعني زي خرز ثاني واحد فلات بليت، يعني بير متر سكوير كل حساباتي. براء عندك تعليق على الرقم هذا؟ هو ضمن الرينج، يعني تيبيكال احنا كنا هذا من 15 ل 20 موست. هلا ما تاخذوا الرينج كانه هولي نمبرز، برضه بديش انت يعني انا بضلني اذكركم بالرينج مشان انمي السنس مشان تاخذوها هولي نمبر. شو مقصود بهولي نمبر؟ يعني يجي واحد يطلع معه مثلا الدبليو التيميت 22 كله يقول لك لا غلط، لا ممكن تطلع 22 في بعض الحالات، بس انا بهمني انك تعرف انه
most applications الدبليو ultimate من 15 ل 20. Most applications يعني لو انا جيت عملت statistical data لفلسطين كل سنه بنعمل له مثلا 6 مليون متر مربع تصميم، جيت حسبت الدبليو ultimate لهم بلاقي بجوز 90% منهم ضمن هذا الرينج. هذا اللي بيهمني توصل الرسالة. لحد هون تمام. هلا بدي اجي احسب امنو هلا هون لحد هون انا عملت خطوة 2 باي ذا وي، هاي ستيب 2 باي ذا وي. شوفوا ستيب 1 ما اخف دمها وشوفوا ستيب 2 ما اخف دمها. وهاي ستيب 1. يعني هدول بيصلوا حتى سؤال امتحان الكتروني مش امتحان عادي. ستيب 3 شي ستيب 3 احسب وزع العزوم مظبوط، مش هيك ستيب 3 لمين؟ مش لكل البنايه، هو طالب مني فريم اي بي سي دي. هيا فباجي لفريم اي بي سي دي، هيا فريم اي بي سي دي ثلاث سبانات فيها، فبدي احسب ام نوت لسبان اي بي وام نوت لسبان بي سي وام نوت لسبان سي دي. لحسن حظي M نوت لسبان AB هي نفسها M نوت لسبان CD. ليش؟ المسافات متساوية معي 100%. طب عرض الفريم كم؟ L2 عرض الفريم كم؟ كم عرض الفريم؟ باخذ نص من هون نص من هون. كم L2؟ هاي L2 كم؟ 5.50 خمس ونص. فL2 معي هلا LN1 لهذا السبان نفس هذا السبان. طب للنصاني ما هي نفس الشيء ولا لا؟ الكلير بيفرق ولا بيفرقش؟ هو السبان العادي نفسه، طب كيف بده يفرق؟ ابعاد العمدان مختلفه 100%. يعني في فرقيه 5 سنتي هي. بس معلش بدي مشان الجنرال، يعني كثير مرات كانوا الطلاب يسألوني for practical purposes هذا إله سبان أقصر شوي بقدر أعمم الام نوت practically آه، بس أنا مشان for the completeness بدي أعمله لحاله. فأنا جيت أخذت ام نوت AB 15.5 اللي هي السلاب W ultimate في عرض الفريم 6 امتار و85 لكلير سبان تربيع على 8. هذا 6 امتار و85 اللي هو هذا الرقم نفسه، طلع 500. إذا كان حدا منكم معاه كالكوليتر يحسبه ويشوف غلطانين ولا صح. M نوت لسبان بي سي ماله نفس الإشي، بس الكلير سبان بي سي لأنه العمودين أنصح شوية، هذا العمود بروح 25 وهذا بروح 25، فبتصير 6 امتار و80. ف 6 امتار و80 تربيع 8 بيطلع 493. الان بعد ذلك حتى نوزع عزوم لكولوم ستريب وميدل ستريب هي كوبي وبيست من ايش؟ بدي اعمل كوبي وبيست من ايش؟ من الالستريتيف نيوميريكال اكزامبل اللي حليته قبل، اللي هو هذا حليته قبل محاضرتين يمكن. هذا المثل. هلا انا معي ام نوت وحتى فيش مع بقدر احسب ال2 على ال1، والفا ما هي صفر لانه فلات بليت، وبيتا تي صفر لانه فلات بليت ما فيش جسور. فبقدر بسهوله ارجع اوزع عزوم. كوبي وبيست. اول خطوه بنوزع عزوم على الفريم. نبدأ في سبان التو اند كونتينيوس. كيف بتوزع العزوم في التو اند كونتينيوس فاطمة؟ سبان الداخلي كيف بتوزع العزم الام نوت تاعه؟ 0.65 وتحت 0.35 100%. 0.65 من ام نوت لهذا السبان، يعني هذا الرقم كيف جبته يا براء؟ 0.65 اضربها في في ال 493. هلا ما بعرف احسب على الكالكوليتر شوف انه بيطلع 320 ولا لا. طبعا
طبعا هو صحيح دكتور، بيطلع 320 وشوية كسور بجوز، فأنا قربته لك. فاصل 45 بيطلع. ونفس الشيء هون، في سحر بهذا الكلام. طب span ال one end continuous من وين بنجيبه؟ من تيبل. شو رقم تيبل واحد؟ تيبل واحد، طبعا تيبل واحد في السلايدات حكيت لكم في الكود ما رقموش واحد، برجع لتيبل واحد في السلايدات. هاي تيبل واحد، هاي اي كيس اي هاف كيس 3 4 كيس 3 او 4. نشوف مين في عندنا اتش بيمز ولا فيش اتش بيمز. اوت without معناته هي كيس 3، فالفلات بليت is always case 3. هاي بتقول لي عند الكونتينيوتي 70%، عند الديد اند 26%، وفي النص 52% من ام نود. والحلو انه ام نود 500، يعني حتى الضرب شو ماله ضرب الارقام very simple. فبرجع انا هون على حل المساله مسرعا، هون بقول هاي 7 بالعشرة من 500 350، 52% من 500 260، 26% من 500 130، والجهة الثانية سيمتريك. Any questions you have up till now؟ صح الموضوع متشعب كثير، بس برضه حساباته مالها يعني بتوقع معقولة. حتى اقدر اوزع هاي العزوم لكولوم ستريب وميدل ستريب بدي الالفا اف ال2 على ال1 والال2 على ال1 والبيتا تي، صح؟ الالفا اف صفر معناته الفا اف ال2 على ال1 شو راح تطلع؟ صفر. اف ال2 على ال1 احلى شيء الفلات بليت، هاي صفر، والال2 على ال1 75%، والبيتا تي فيش جسور صفر. والله في ما فيش احلى منها هاي، يعني حتى بلزمش الالابوريتد تيبلز، يعني حتى الجداول الاصليه تعطيني الاجابات مباشره. فبرجع للجداول الاصليه بما انها بتعطيني الاجابات مباشره ونشوف تيبل 2 بيعطيني العزم الانتيرير، وتيبل 3 بيعطيني العزم البوزيتيف، وتيبل 4 بيعطيني النيجاتيف الاكستيرير. شوفوا لي انتوا هاي النيجاتيف الانتيرير تيبل 2، هاي صفر، هاي صفر. لاحظ نفس القيمه، حتى ال2 على ال1 بتهمكش. كم القيمه؟ كم القيمه شباب؟ يعني حتى 75 100%، هاي 75 وهاي 75 وهاي 75 بتهمنيش. ونفس الشيء بالنسبه للبوزيتيف 60 60 60 بتهمنيش ال2 على ال1 اصلا. وحتى كمان التابل الثالث اذا بيتا تي صفر والفا صفر، هاي الخانه شو القيم؟ 100. شو الوضع معناته؟ يعني بدناش ال2 على ال1 نحسبها ولا نفكر فيها، لانه الارقام كلها 160 و75، فمعناته النسب البرسنتج، لا مش هاي، سوري، هاي للاكزامبل اللي حليته قبل. I'm gonna write it here. السي اس برسنتج هي 160 75 75 60 75 75 60 100. خلص. اي اسئله لديكم هنا؟ أي تساؤلات؟ طبعا المرة القادمة إن شاء الله نضرب هاي النسب في العزم للفريم، بنطلع الكولوم ستريب مومنت، بعدين نطرح الكولوم ستريب مومنت من الفريم، بنطلع مين الميدل ستريب مومنت. يعني هدول الرسمتين راح أشرحهم إن شاء الله في المرة القادمة، بس هم كوبي وبيست من الإلستريتيف نيوميريكال إكزامبل اللي عملته سابقا. في حد عنده مشكلة؟ في حد عنده أي سؤال؟
طبعا رجاء اكدونا على زملائكم اللي حضروا ات ماكس اليوم حوالي 4 طلاب، فاكدونا على زملائكم ضروره الحضور. تمام، وانا ان شاء الله راح افكر باليه انه اعمل شيء توتوريالز واصير احط عليها علامات، بما انه الوضع هيك توتوريال ممكن نعطيكم اياه خلال فتره صغيره، انه بدنا اهتمام في المحاضره، يعني بدناش نضل الامر بهذا الشكل. اي اسئله عندكم؟ يلا يعطيكم العافيه. يعطيك العافية دكتور.